السلام عليكم، معكم دكتورة سارة رشاد اكتوالمون فورماسيون اون فرانس. دونك جيت نهضر معاكم على الموضوع اللي واحد الساعة كي دوفوني ان فري اي ريل كوشمار بوغ نو، دونك اللي هو الكورونا فيروس. اول حاجة كنبغي نبدا بيها كمواطنة مغربية كنبغي نشكر اي واحد، اي مغربي بين على الغيره ديالو على بلادو، على الخوف ديالو على بلادو، على الخوف ديالو، كساسوا على والديه، كساسوا على جيرانه، كساسوا على جداته وجدو، كساسوا على اي واحد، على توت لي بيرسون كي سون فراجيل او ماروك. كنشكر اي واحد بين السخاء ديالو والتضامن ديالو شارك في الصندوق ديالنا، بدءا من جلاله الملك الى اضعف واحد فينا في المغرب. دونك هاد التدابير اللي دارتها الدولة واللي بدأ من سد الحدود الى حد التجول، هي تدابير في المستوى دون شك، غير انها ما غاديش تحد بطريقة تامة وباتة من انتشار الفيروس. علاش؟ حيت نحنا ما كنديروش ديبيستاج دو ماس، يعني بطريقة نطاق واسع، مما يعني اننا كنديبيستيو غير لي جون كي سون سيمبتوماتيك اللي عندهم اعراض، اولا الناس اللي كانوا على اختلاط مع ناس كي سون سيمبتوماتيك. سوف كو كيبقاو عندنا ناس اللي هما سو سون دي بورتور بوزيتيف اسيمبتوماتيك، كي سون دي فيكتور لانتشار الوباء، هادو هما اخطر الناس، ما عندهمش اعراض ولكن هما حاملين الفيروس. فوالا. دونك الحل اللي يقدر يبقى لنا والحل الوحيد هو اننا نقوم بسكتة قلبيه للحركه بالمغرب. غادي تقولوا لي الناس غادي يموتوا بالجوع، كاين بزاف الناس كيربحوا المعيشه ديالهم من الخدمه ديالهم ديال النهار. نقول لكم بصح، عليها درنا هذا الصندوق، هذا الصندوق خصنا نمشيو عند الناس اللي كيربحوا المعيشه ديالهم من الخدمه ديال النهار، كالناس اللي كيبيعوا الخضره، الناس الحراس ديال السيارات، الناس اللي كيجروا العربات في الزنقه، غنمشي عندهم غنخلصهم القوت ديالهم ديال 15 جوغ، غادي نقول لهم دخلوا لديوركم عافاكم. دونك بدات هادشي اللي كنا نقول دابا، بزاف ديال الكوليك ديالي سبقوني وهضروا فيه، سمحوا لي الا كنت طولت عليكم. انا بغيت نطلب منكم طلب واحد، بغيت كل واحد فينا يكون هو الاعلامي، كل واحد فينا يكون هو وسيله ديال نقل المعلومه، ان المغرب ماشي هو انا وانت واي واحد كيشوف لي ريزو سوسيو. المغرب راه طبقه وحده، طبقه كبيره ما عندها حتى علاقه بلي ريزو سوسيو، ما كتعرف حتى حاجه على لي ريزو سوسيو، محتاجه شكون اللي يوعيها، ما كتشوفش التلفازه، يقدر يكون الخطاب ديالنا ما كيوصلهاش، شوز كي نورمال، هادشي كاين في كاع المجتمعات. يعني هادوك الناس هما اللي محتاجين حنايا نوعيهم، واي واحد فينا كيعرف دايرين به ناس كيعرفهم محتاجين له. كل واحد فينا يهز تليفونه، اي واحد فينا دابا يقدر يهبط عند الحارس ديال العماره، اي واحد فينا يقدر يعيط للسيده اللي كانت كتجي تعاونو في الشقه ديال الدار. الا وعينا هاد الناس غادي نكونوا ربحنا بزاف. دونك ان بارلون دي تيست، الالماني كدير باغ اكزومبل 50000 تيست باغ سيمين، المغرب ملي بدا دار 2000 فحص. هذا ماشي مشكل المغرب بوحدو، هذا مشكل العالم باسره، يعني سي نورمال غادي يولي ان مونك، ما يمكنش دوله هي كتصنع لي تيست غادي تعطيه لك انت وتبقى هي ان مونك، سي تو تافي نورمال. بغيت نهضر عاوتاني على لو تريتمون، لو تريتمون بارازيتوميسين اي لي زونتي باليوتيان، كي اون فري بوليميك سيانتيفيك اكطويلمون. دونك كاين ان اساي شينوا كي بورتي سور 134 باسيون كي مونتري اون افيكاسيتي، كاين ان كونتري اساي حتى هو شينوا كي بوبليي جو بونس لو 3 مارس كي مونتري لا نون افيكاسيتي، كاين دو اساي كلينيك ان فرانس تا هما ايزون مونتري ليفيكاسيتي، مي ما نقدروش نجزمو ان سي لو بون تريتمون، parce qu'on n'a pas une base de données et parce que les essais cliniques n'ont pas été faits dans les normes, dans les protocoles. D'accord ? Donc, par la suite, bref, on va parler des moyens de transport. Les taxis, les taxis de bouille, les taxis de zorg, هادو دابا دابا فهاد الوقيته ما عندهم علاش يكونوا. غتقولوا لي لا، والناس اللي كيمشيو يخدموا في قطاع الصحه وفي ناس الامن وناس، نقول لكم عندكم الحق، ولكن شنو نقدروا نديروا لهاد الناس؟ نقدروا نكريو عمارات حدا لوبيتال عباد الله، نحطوهم حدا لوبيتال ونقول لهم هاكو، يعني غادي نحد انهم حيت هما يقدروا يكونوا تا هما دي فيكتور، غادي نحمي عائلاتهم وغادي نحمي الناس كافه وغادي نحميهم تا هما. غادي نجيب الناس ديال الشرطه حتى هما غندير معاهم نفس الشيء. غادي تقولوا لي والى الناس مرضوا في الليل كما يفون سي ديبلاسي، غادي نقول لكم ان سيارات الاسعاف خصنا نضاعفوها في هذا الوقت،
غادي تقولوا لي الى طلعت الفوضى داك فاش نقول لكم ان السيارات ديال الامن خصها تضاعف في هذا الوقت. جوج ديال السيارات خصهم يدوروا في الشارع هذا الوقيته دابا، هي سيارات الاسعاف وسيارات الامن. ان شاء الله يا ربي ما يحتاجوهمش، ولكن هذا هو الواقع. اللي عنده السخيره ديالو ديال سيمانه يجلس في الدار، اللي عنده السخيره ديال يومين يجلس في الدار، اللي عنده السخيره ديال 15 جوغ يجلس في الدار. راه personne ne meurt de faim mais tout le monde peut mourir de coronavirus. تحت فينا ما غيموت بالجوع، ولكن كلنا نقدروا نموتوا بكورونافيروس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.